بدأ البحرانيون عامهم الجديد بعدد من الفعاليات التي عبروا فيها عن وفائهم العميق للشيخ نمر باقر النمر والثلة المؤمنة التي أعدمت في يناير قبل عام. وبدأ أهالي كرزكان بتدشين جداريتهم المعبرة بطباعة صور الشيخ نمر النمر مع كتابة لفيف من الشعارات الثورية. وخرج المواطنون في العكر والمالكية والمصلى في مسيرة نددت بالنظامين الخليفي والسعودي. وهتف المشاركون بعدم رضاهم بحكم الملك الخليفي حمد، وعبروا عن تضامنهم مع شهداء القطيف وعلى رأسهم الشهيد النمر. وفي الدراز واجه المواطنون قمعا عنيفا لمظاهرة خرجت في شوارع البلدة ترفع شعارات إسقاط النظام. وهكذا الأمر مع مسيرة كرانة، حيث خرج النساء والرجال في مسيرة تطالب بمحاكمة رؤوس النظام الخليفي حاملين صور المواطنين المحكومين بالإعدام مؤخرا، إلى جانب صور الشيخ عيسى قاسم المحاصر تحت الإقامة الجبرية. وتضامن أهالي كرباباد مع المحكومين بالإعدام مطالبين بتقديم الجلادين للعدالة، ولا تزال الموجة الشعبية في وجه الخليفيين عالية.